هلا بيموي اسنان رحويه بالخلف، فهو اسمه سرخيه خلفيه عليه. طريقه شو بيحصل؟ الماكسيلاري ساينس زين بفرق. اذا بيعصب ايضا الجام، شو الجام؟ هي الالسن. اذا تحت عنوان الاعصاب السرخيه الخلفيه لك الصوره، هذا العصب حكينا عنه تحت الحجر. لاحظين اسمه بوستيريور سوبيريور ألفيولار، عصب سرخيه الخلفيه. لاحظين شو عمل التعصيب للاسنان الرحويه وجزء من اللثه القريبه عليها، بيكمل العصب ضمن النفق تحت الحجاج، بيشارك التعصيب الجيب الفكي ايضا، لكنه بيكمل تعصيب للاسنان الوسطى، وقت يكمل بالامام بيعطي تعصيب للاسنان الاماميه. اذا حيعطي هذا العصب سنخيه خلفيه عمليه، سنخيه وسطى وسنخيه اماميه تتوزع بالاسنان. اخر شيء بينبثق من الثقبه تحت الحجاجيه بيصير جدي، بيسموه العصب تحت الحجاج. عيد اذا العصب تحت الحجاج شو عطاني بالاول؟ سنخيه خلفيه عطت للاسنان الرحويه، وشفناها بنحطها تحت الصدر، مشي بالنفق بالقناة، كمل وانبثق نهائيا وين؟ من تحت الحجاج باسم العصب تحت الحجاج، بصير جلدي بيعصب جزء من الوجه. فاذا اوسط الوجه بيشارك تعصيبه العصب الفكي، اعلى الوجه شفناه كلياته من العين كنتيجه. فاذا العصب تحت الحجاج مثل ما كاتب لكم اياه كمل هي السرخيه الخلفيه، وبنهايته مثل ما قلتلكم له تعصيب للعصب تحت الحجاج، بالنهايه بيعصب الجيب الفكي ايضا، بيعصب الاسنان مثل ما حكينا عنها. اذا شفت الصوره هي الخطيره بتعبر بشكل واضح، عندي هي فروع العقده وهي الانفرا اوربيتال، كيف عطى الاعصاب السرخيه العلويه الخلفيه الوسطى الاماميه، وكيف كمل بالاخير؟ كمل بفروع خرجت جلديه، منها فروع شفنيه، منها فروع انفيه، وطلع فروع للشفه العلوي. اذا وقت طلع من تحت الحجر شارك تعصيب جفن العلوي، اقل سفلي سفلي، شارك تعصيب الان والشفه العلوي. هنا بنشوف الشفه السفليه محل ثاني. وعم نرجع بقول العصب الفكي هو عصب حسي كامل. الصورة هاي ما ارجيكم احسن بتشوفوا زيجوماتيك انفرا اوربيتال كيف اعصاب سرخية اللي حكيت عنها واحد واحد. اما الاعصاب من العقد الجناحية الحنكية ما راح احكيها هذا الفصل، ناخذها بالفصل الثاني بشكل كامل مع اعصاب جوف الانف والبلعوم واللوزان. خمس دقائق سبع دقائق.